خوتي اخواتاتي، شحال قدنا نصبر ونقاسي، وانا بعيد وبراني على اهلي وعشراني، عشت لهيه وما نسيت هنا، حرموني من حبابي وصحابي، وتعلمت نهرب من الموت ونحافظ على حياتي، وحبي للمغرب بلا تمان بلا حدود، واخا قطعت البحور عمرني ما نسيت بلادي. شكون هاد البلاوات؟ هو رشيد سكيريج، ولا بعبارة صغيرة هو مناضل ديال الظل وكاشف الحقائق، وهو اللي فضح أفقير والدليمي والسجن سيء الذكر دار المقري والمخابرات والكاب أن. شكون هو وأشنو دار وكيفاش هرب، وما هي قصة أخطر سجن في المغرب أسميته دار المقري، وأشنو علاقة أجهزة المخابرات بهاد السجن اللعين؟ رشيد سكيريج من مواليد مدينة طنجة عام 1931، من أم طنجاوية وبا هو الفقيه محمد بن الحاج العياشي سكيريج. كبر في عائلة محافظة ومتدينة في عقد الثلاثينيات، بداية الحركة الوطنية المغربية، وفي مدينة طنجة الدولية اللي كتجمع السفارات والقناصيل والمخبرين والشفارة والشكامة وزيد وزيد. طفولة شقية بلا شك، وعلامات كبيرة من النبوغ والذكاء، حفظ القرآن بالزربة وقرأ في المسيد ودخل المدرسة العسكرية، وغادي يولي من مؤسسين ديال الأمن الوطني عام 1956. حتى لهنا الحكاية سهلة، ما فيها تعقيدات، ما فيها صداع الراس، ما فيها أفلام، ما فيها هروب، ما فيها حبس. من البداية ديالو كان رافض لخلق جهاز أمني قماع، وهذه هي شعرة معاوية اللي تقطعت بينه وبين الجنرال العفريت أفقير والداهية المكار دليمي. الشاب رشيد سكيريج كانت عنده علاقة قوية مع الشهيد المرحوم المهدي مبركة، وانتقل باش يخدم في المخابرات المغربية اللي كانت كتسمى الكاب أن، داخل قسم مكافحة التخريب، واتهموه من أنه كان جاسوس من الداخل لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أعطاوه مكتب قريب من الجنرال أفقير والدليمي، زعما غادي يكون يعرف الطالعة والنازلة في الكاب أن بلا شك، وكل شيء على عينه. المخبر السابق والضابط أحمد البخاري سكيريج كان خدام في قسم الشؤون المالية والإدارية في المخابرات. هاد الخدمة كانت كتسمح الاطلاع كبير على الملفات وطرق صرف الميزانية وبزاف ديال العجاب والعجاب. فترة كانت سخونة وملتهبة أبحال شي بركان قريبة فرقع. البلاد كانت مقسمة بين نزعة التحكم ديال الملك الحسن الثاني كولي العهد، ومعاه أفقير الدليمي وأحردان والخطيب ومجموعة خوتنا في الله، وهي مجموعة ما كتعرف لا كلمة لا، كتنفذ غير الأوامر وكتجتهد في تنفيذها لأقصى درجات الصرامة. ولا جناح بطبيعة الحال بنزعة وطنية كان همه تحرير المغرب من التبعية السياسية والاقتصادية لفرنسا، وهنا وقع المشكل وترجم الصراع السياسي إلى عداوات وعنف وقتل وعمروا الحباسات وكثرة الاغتيالات والهروب. والله حضر السلامة والعفو يا مولانا. بداية الصراع ديال رشيد مع الكاب أن أنه كان كيفضح تجاوزات الأجهزة الأمنية اللي قال عليها أنها كانت عصابة كتسرق وتقتل وتنهب. ألطف بنا يا لطيف، كانت كتخطف وتغتال وما تخليش لا طراس. ودخل رشيد مع الدليمي وأفقير في مواجهات حادة وعنيفة، ومنعهم من ارتكاب فضائع ومصائب كبيرة، وكان شاهد على جرائم الكاب أن، أبرزوها اغتيال المناضل التقدمي محمد الحريزي اللي كان صاحب المهدي بن بكا. قتلوه هو ومراته وبنته الصغيرة عمرها 3 سنين، وبدا يكبر اللعب على رشيد، وتزادت التهديدات وقربوا راسه وهو يهز للجزائر، وما بغاتش تسرط للدليمي اللي دار كوموندو متخصص باش يجبدوه من قاع البير ولا من قاع الارض، المهم يجبدوه ليه ويحضروه ليه. خرج رشيد سكيرج عام 1962
الجزائر خايف على راسه، انتحل شحال من صيفة، خايف من فرق الموت تبتاغته هو ناعس، رغم أن الدليمي والمخبرين اللي معاه كانوا عارفين أن رشيد والتدريبات ديالو والأفكار ديالو راه زعما ولد الدار. هز تاني لفرنسا وبقى لابد وساكت وضارب الطم، وكان عمره 27 عام. ولكن النقطة اللي فيضت الكاس، اغتيال الشهيد المهدي بن بركة عام 1965. غادي قرر رشيد الخروج من الصمت ديالو ومن العزلة ما بين 1966 و 1967 بوجه مكشوف وعاري، اللي يشهد ضد الكولونيل الدليمي في محكمة فرنسية كان القاضي الفرنسي فيها هو بيريز، وهو اللي غادي يتابع الجنرال أفقر ودليمي بإخفاء المهدي بن بركة. أمام القاضي رسيس سكيرج كبر الطرح مزيان وفجر قنبلة كبيرة ومدوية على وجود جهاز سري في المغرب سميتو كاب أن، وعطى القاضي أسماء المعتقلات السرية والأماكن وأسماء الضباط. ومن هنا رشيد قطع الأوراق وعرف راسو ما غاديش يرجع للمغرب. كانت شهادة صادمة هزت الرأي الفرنسي والمغربي والصحافة الفرنسية على شجاعته، وزاد كبر الطرح، أفضح السجن السري دار المقري بالرباط اللي كانت عبارة عن قصر بناه تهامي المقري مندوب المالية في عهد الحماية بعيد على صداع الراس وبعيد على الرباط، وغادي يتحول مع أفقير والدليمي إلى سجن رهيب ومكان للاحتجاج وتعذيب الخصوم الكبار والمعارضين والمعتقلين السياسيين والليدوي، وغادي يفضح مقرات أخرى كانت كدار فيها عملية التعذيب والتصفية. شهادته عطاتو فرصة باش يبقى محمي من فرنسا وينعم بحياة ما فيهاش الخوف من القتل من عصابة ديال دليمي أفقير، واشتغل في الصحافة والترجمة في فرنسا لمدة 54 عام ماشي نادم على ما قام به. وحتى بعد المصالحة الوطنية وعودة الفقيه البصري والمجموعة أرفض يرجع للمغرب، إلى أن مات في فرنسا وهزوه في صندوق يوم 19 نوفمبر 2016 عن عمر يناهز 85 عام، ودفنوه بمقبرة سيدي عمر بطنجة بحضور شخصيات تقدمية كبيرة من بينها سعيد أي تدر ومحمد اليازغي وعبد الرحمن بن عمرو. هذه هي قصة رشيد سكيرج كمناضل تقدمي، وهي قصة خاصة تألف عليها ألف حكاية وحكاية باش تروى وتقرأ عن درس مقاومة الاستبداد بالبسالة والشجاعة. حتى هنا كملت حلقتنا، إلى حلقة أخرى بإذن الله. دمتم في رعاية المولى وأسعد الله أوقاتكم. ما تنساوش كان معكم قبل ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.